إذا كنتي تتعاني في نفس الوقت من علامات شيخوخة الجلد ومشاكل حب الشباب مثل الرؤوس البيضاء، رؤوس سوداء وآثار حب الشباب، لازم الاهتمام بتعديل إفراز سيبوم. السيبوم هي الدهون المتراكمة على سطح الجلد مفرزة من طرف الغدة الدهنية ديال الجلد. باستخدام حلول متقدمة تتعتمد على تقنيات بيولوجية مثل تقنية بيو سيبوم كوبخول اللي تقلل من إفراز السيبوم على سطح الجلد، وحمض سوكسينيك اللي تقوم بتقشير الجلد وتعمل بحل حمض ساليسيليك لكنه ألطف على الجلد. فاش نجمع جوج تقنيات، تقنية لوغي بيبتيد 3 وتقنية بيو سيبوم كونترول، تنقوم تقليل إفراز سيبوم على سطح الجلد وأيضا تقليل تجاعيد في الجلد. التقنيات مثبتة من خلال دراسات سريرية من أجل الحصول على بشرة بدون أثار وبدون تجاعيد.